السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الجديد. إن شاء الله تكون بداية مشرقة مليئة بالتفاؤل والمحبة للجميع. خلونا مشاهدينا نبدأ موضوعنا لهذا الصباح مباشرة معكم، والبداية راح تكون من افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمقر مركز الشارقة الإعلامي يوم الاثنين الماضي، الذي جاء إنشاؤه في إطار توجيهات سموه لتعزيز العلاقات بين وسائل الإعلام والهيئات الحكومية بالإمارة، طبعا إضافة إلى تقديم صورة واضحة عن الإمارة إلى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. نتابع أكيد مشاهدينا، راح نتابع تفاصيل الافتتاح، لكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي في الاستديو الأستاذ أسامة سمرة، وهو مدير مركز الشارقة الإعلامي. حياك الله معنا. صباح الله بالخير. أهلا وسهلا أخت عايدة، أسعد الله صباحكم وصباح الشارقة ومتابعين برنامج. أكيد إحنا أستاذ أسامة رح نتكلم أكثر عن استراتيجيات هذا المركز وأهدافه، لكن خلينا في البداية نتابع تفاصيل افتتاح لمركز الشارقة الإعلامي وراجعين من بعدها. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مركز الشارقة الإعلامي، والذي جاء إنشاؤه في إطار توجيهات سموه لتعزيز البناء الثقافي والإعلامي لإمارة الشارقة، بالإضافة إلى تقديم صورة متزنة عن الإمارة إلى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. الدور الرئيسي لمركز الشارقة الإعلامي هو تعزيز التواصل بين جميع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، الدوائر المؤسسات الحكومية، وبين وسائل الإعلام المختلفة. فمن خلال هذا المركز سيكون هناك تواصل سواء للإعلاميين داخل الدولة أو خارج الدولة. وقد تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بقص الشريط وإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين في إمارة الشارقة وعدد من مسؤولي القطاع الخاص والضيوف. عقب ذلك تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بجولة في أرجاء مركز الشارقة الإعلامي، رافق سموه خلال الجولة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام وسعادة أسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي. الهدف من إنشاء المركز الإعلامي هو تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة الإعلام العربي والدولي، حيث يعد إنشاؤه نقطة تحول بارزة في كيفية تعاطي مختلف المؤسسات الحكومية مع وسائل الإعلام المختلفة، كما سيمثل المركز رديفا للمعاهد والكليات، ناهيك عن إجراء العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية وغيرها في إطار هذا الصرح الهام، بالإضافة إلى المؤتمرات بما يخدم الإعلام محليا وإقليميا. أرحب فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب أكيد بضيفنا الأستاذ أسامة سمرة وهو مدير مركز الشارقة الإعلامي. أستاذ أسامة حياك الله معنا مرة ثانية. تابعنا من خلال هذا التقرير جانب من الافتتاح، طبعا يهمنا احنا نتعرف على فكرة قيام مركز الشارقة الإعلامي. طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الفكرة من تأسيس مركز الشارقة الإعلامي الذي جاء إنشاؤه وتأسيساته بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي كما تفضلتي حضرتك في البداية أخت عايدة، هي لتعزيز البناء الثقافي وتعزيز عمل قطاع الإعلام في إمارة الشارقة. ما يحدث من تطور في إمارة الشارقة أحداث متسارعة ومتتالية، وإضافة إلى موروث ثقافي موجود في الإمارة، فكان لابد من تعزيز التواصل إذا صح القول، أو العمل المشترك بين مختلف إدارات الاتصال المؤسسي في المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة ووسائل الإعلام لإبراز هذا الموروث الثقافي والتراثي والفكري الذي تقوم عليه إمارة الشارقة. من هذا المنطلق
جاءت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في منطلق هذا العام 2011 بتأسيس مركز الشارقة الإعلامي أيضا ليكون رديف للمعاهد والكليات الإعلامية في تطوير الكوادر الإعلامية لخدمة إعلام الشارقة. رح نتكلم عن هالنقطة، تطوير الكوادر الإعلامية إن شاء الله فيما بعد، لكن لو نتحدث عن الأهداف أيضا المباشرة التي تسعون من خلالها لأجل ترسيخها من خلال هذا المركز، مركز الشارقة الإعلامي. إحنا إذا نظرنا يعني بداية إلى رؤية مركز الشارقة الإعلامي، فرؤية مركز الشارقة الإعلامي تنص على تعزيز الحوار الهادف. الفكرة أختعيدة من عمل قطاع الإعلام هو التواصل المباشر مع وسائل الإعلام لتوفير المعلومة. اليوم وسائل الإعلام بحاجة إلى المعلومة الدقيقة، وفي الوقت ذاته هي بحاجة إلى سرعة الاستجابة من مختلف الأطراف. هذا أحد أهم الأمور التي سيعمل مركز الشارقة الإعلامي على توفيرها للإعلاميين. العلاقة راح تكون متبادلة، يعني اللي فهمتها منك أستاذ أسامة بينكم وبين المؤسسات الحكومية وبين الوسائل الإعلامية الأخرى أيضا. ما في شك، الآن بشكل عام العمل ضمن مؤسسات إمارة الشارقة الحكومية دائما تجدين مشاريع مختلفة مرتبطة بأكثر من هيئة أو دائرة أو مؤسسة حكومية، فكثير ما تكون هناك مشاريع مشتركة على سبيل المثال بين القصبة وهيئة الإنمار التجاري والسياحي، بين غرفة التجارة ودائرة التنمية الاقتصادية، وإحنا مؤخرا لاحظنا هذا التعاون الحقيقة في لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. كان هناك تقريبا تضم اللجنة أكثر من 20 ممثل عن مختلف الدوائر الحكومية، الكل يعمل كفريق عمل واحد لتحقيق الهدف المرجو من تنظيم احتفالات وتغطية إعلامية لهذه الاحتفالات في مختلف وسائل الإعلام. فالحقيقة تكاتف الجهود دائما يعني أو غالبا أو في غالب الأحيان ينتج عنه نجاحات تدور، ويخدم الطرفين. صحيح. في النهاية تابعنا من خلال تقرير افتتاح صاحب السمو لمركز الشارقة الإعلامي، بالتأكيد هذا تشريف وتكريم للمركز بشكل عام، ما دلالة ذلك بالنسبة لكم أنتم؟ طبعا شرفنا صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح مركز الشارقة الإعلامي، وطبعا مراسم الافتتاح مثل ما تابعنا في التقرير بدأت بقص الشريط، ثم شرفنا صاحب السمو بالتوقيع على ميثاق عمل مركز الشارقة الإعلامي، ثم قام صاحب السمو بتدشين الموقع الإلكتروني لمركز الشارقة الإعلامي. الحقيقة إن كان في هذا دلالة فهي دلالة واضحة على اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتعزيز قطاع الإعلام في إمارة الشارقة، وفي هذا الافتتاح دلالة واضحة على دعم سموه المباشر لكل ما تقوم به المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة الشارقة. وطبعا كان لسموه توجيهات خلال الزيارة. أكيد يهمنا نتعرف على أهم التوجيهات اللي وجه فيها سموه. أهم التوجيهات اللي وجه فيها سموه خلال الافتتاح التأكيد على تعزيز العمل تعزيز عمل قطاع الإعلام، والعمل على تعزيز البناء الثقافي والإعلامي الموجود في إمارة الشارقة. وأيضا وجهنا سموه بالعمل جنبا إلى جنب مع جامعة الشارقة كلية الاتصال لتوفير فرص عمل للكفاءات الإعلامية المواطنة من خريجي جامعة الشارقة، مخرجي كلية الاتصال، مخرجي الجامعة الأمريكية في الشارقة. طبعا كان صاحب السمو حفظه الله سعيد حقيقة عندما التقى بأبنائه وبناته من موظفي منتسبي مركز الشارقة الإعلامي اللي هم من المتفوقين والأوائل في جامعة الشارقة كلية الاتصال، منهم خريجين يعني حديثي التخرج، ومنهم طلبة إلى الآن ما زالوا طلبة ويعملون في مركز الشارقة الإعلامي. في المركز نوفر أيضا لطلبة الإعلام في كلية الاتصال جامعة الشارقة في الجامعة الأمريكية، نوفر لهم ساعات عمل
كتدريب ميداني، يعني يسمى تدريب ميداني. وطبعا هذا الأخوان في الموارد البشرية في الشارقة كان لهم جهد كبير الحقيقة في دعم توجهات المركز في هذا الشأن. والحمد لله يعني كان الانطباع العام عن افتتاح المركز طيب، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا يهمنا أن نحن نتعرف أيضا منك أستاذ أسامة على كيفية التنسيق بينكم وبين الدوائر الإعلامية الأخرى الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الدولة. طبعا ما في شك، بداية مركز الشارقة الإعلامي يعمل تحت مظلة مؤسسة الشارقة الإعلام برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة الإعلام. الآن في ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة هناك مؤسسة الشارقة الإعلام، هناك مؤسسة دبي الإعلام، هناك أبو ظبي الإعلام، أيضا فجيرة، وبقية إمارات الدولة. طبعا ما في شك أن مؤسسات الإعلام في داخل الدولة تتكامل لتقديم في النهاية صورة واضحة أو لتقديم الصورة الحقيقية عن دولة الإمارات العربية المتحدة للإعلام الإقليمي والإعلام الدولي. والحقيقة هاي أيضا يعني أنا طرحت قبل قليل مثال اليوم الوطني، لأنه الحقيقة هو المثال القائم الآن أمامي في الموضوع. أيضا هذا كان واضح خلال اجتماعاتنا في إمارة دبي وفي إمارة أبوظبي مع المجلس الوطني للإعلام. الزميل الأخ الدكتور خالد المدفع كان الأسبوع الماضي في اجتماع مع المجلس الوطني للإعلام أيضا لتوحيد الجهود بين كافة القنوات الفضائية المحلية، تلفزيون دبي، أبوظبي، الشارقة، لتغطية فعاليات احتفالات الدولة باليوم الوطني. فأيضا مركز الشارقة الإعلامي سيكون له بالتأكيد دور بداية لاستقطاب الإعلاميين من الصحف وسائل الإعلام المحلية أو وسائل الإعلام العربية اللي موجودة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، للاستفادة من كل ما يقدمه مركز الشارقة الإعلامي من تقنيات، من تسهيلات لعمل الإعلاميين. ويمكن هاي راح نتكلم فيها إن شاء الله لاحقا لما نتكلم عن عضوية مركز الشارقة الإعلامي ما إلى هنالك. أيضا مركز الشارقة الإعلامي لن يستطيع أن يعني يغرد خارج السرب أو يعمل وحيد أو يعمل بمفردة فبالتأكيد أي منظومة إعلامية بحاجة إلى أن تتعاون مع منظومات إعلامية أخرى حتى يتكامل، يعني حتى تتضافر الجهود وتتكامل النتيجة في المنزل. خاصة مع أن هذا المركز ما زال في بدايته، ما في بداية المشوار، يعني